النهارده عندنا صنف اعتقد ان مفيش حد مش هيحبه، عندنا برجر الفراخ او الدجاج. الاطفال بيحبوا البرجر بشكل عام ودايما بنجيبه من بره، والكبار كمان بيحبوا البرجر بشكل عام، وبيبقى حل وسط لو احنا مش فاضيين نطبخ وعايزين نعمل ساندوتش سريع بس نحس احنا اكلنا حاجه سخنه. بس للاسف لو اشترينا البرجر جاهز من بره سواء ساندوتش او اكياس واحنا اللي عملناه او يعني سويناه في البيت، احنا مش ضامنين البرجر ده مصدره ايه، اتطحن معاه ايه، سليم ولا لا، جمد وفك، يعني مش ضامنين اي حاجه. لكن لو عملناه في البيت والطريقه سهله جدا وعملنا كميات كمان تسمح لنا بالتخزين، اعتقد كده هيبقى افضل لينا ولصحتنا ولصحة ولادنا. تعالوا نشتغل على طول ونشوف هنعمل ايه. البرجر احنا علشان نعمله طبعا محتاجين مكعبات الفراخ، محتاجين بصل، محتاجين توم، محتاجين عيش مبلول. تعالوا نشتغل على طول ونشوف، انا بفضل ان احنا نشتغل بشكل عملي احسن. هناخد طاسة كده وهنفتح النار بتاعتنا. هنحط دلوقتي شوية زيت نباتي بسيط جدا جدا، وعلى ما يسخن الزيت هعمل انا ايه، هقطع البصلاية دي، السكينة دي معقولة، هقطع شرايح كده كده، وممكن اصل كل ده هيتفرم فالشكل مش هتفرق قوي، بس ايه نسهل الموضوع عشان كل البصل يتشوي بسرعة كده. بيتهيألي كده الزيت خلاص يكون شد على النار اهو، طالما نزل البصل وعمل صوت كده يبقى الزيت شد تمام كده. تمام طبعا ما سيبش البصل على النار ابدا، احنا متفقين على القاعده دي طول الوقت، لازم اشوح كده. الحقيقه في طرق ما يعني ما بيتبلش فيها البصل قبل ما نفرمه مع الفراخ ومكونات البرجر، وفي مدارس اخرى في الطهي تقول لك لا يعني البصل يدبل كده شويه علشان ما يبقاش محطوط ني، فده يهدي الطعم بتاعه شويه. بنقلب، احنا محتاجينه بس يدبل يدبل، مش عاوزينه يتحمر ولا يتحمص ولا اي حاجه. وانا كمان مع البصل هنزل الثوم، يبقى كل الحاجات اللي ليها ريحه نفاذه في الوصفه هنزلها مع بعضها كده اهو. لو مش عاوزين تعملوا كده تمام، يعني الوصفه مش هتبوظ مش هيحصل حاجه، بس هيبقى الطعم اقوى شويه كده. طلعت ريحة البصل والثوم طبعا تجنن رائعة اهو. عادة البرجر وكل اللحوم المصنعة او الدواجن المصنعة بيخش عليها بروتين الصويا، دقيق الصويا او الصويا المطحونة، وبتبقى بنسب عالية. انا عايز اقول لكم الصويا ما فيهاش مشكلة خالص طبعا بما انها مادة بروتينية واغنى العناصر النباتيه بالبروتين، يعني او اغنى النباتات اللي بتمدنا بالبروتين. كفايه اقول لكم ان الصويا فيها الثمان احماض امينيه الاساسيه اللي الجسم بيحتاجها علشان يكون البروتينات. بس الحقيقه انا النهارده تعمدت ان انا استخدم حاجه غير الصويا، الماده النشويه اللي عندي هتكون عيش انا بليته ومحتاج ربع رغيف مش محتاج كتير. انا كنت افضل ان استخدم الحقيقه العيش البلدي اللي فيه رده كتير او العيش البني، حتى لو ده هيغمق شكل البرجر شويه لانه ما بيبقاش فيه يعني نسبه دقيق عاليه ونشويات عاليه، انا مش عاوز نشويات كتير. بس النهارده انا ما لقيتش الحقيقه عيش بني فهستخدم العيش الشامي المبلول ده، فنستخدم البني او البلدي هيبقى احسن. لو حابين تستخدموا الصويا يبقى تمام، وهقول لكم ليه انا ما استخدمتش الصويا. انا قبل كده استخدمت دقيق الصويا او طحين الصويا
في اعداد البرجر اللحم لو تفتكروا لو تشوفوا الحلقه دي. النهارده بديكوا اوبشن تاني او اختيار تاني ان احنا نستخدم ماتيريال مختلفه، لان الصويا فيها مشكله بس صغيره واحده بالنسبه للساده الرجال. الصويا فيها مواد استروجينك، استروجينك يعني بتحفز على انتاج هرمون الانوثه، وبالتالي لما الرجال بيحصلوا على كميات من الصويا في اكلهم او في المنتجات الغذائيه اللي بياكلوها، فاللي بيحصل ان كميه التستوستيرون او هرمون الذكوره بيقل، فده بيأثر على ايه؟ بيأثر بالنسبه للصحه وبالنسبه للجسم في انه لما هرمون الذكوره بيقل بتبدا تتكون دهون حوالين منطقه البطن والنصف السفلي من الجسم، ودي حاجه اكيد كلنا مش عاوزينها. دلوقتي انا حطيت الفراخ وهاخد العيش المبلول هضيفه كده. طبعا زي ما اتفقنا حاولوا تستخدموا العيش البني او العيش البلدي يبقى افضل كتير. تمام، دلوقتي انا عندي البصل والثوم هنزلهم كده. كده. عشان حضراتكم تشوفوا بس. وفاضل بقى دلوقتي ان انا اتبل الحكاية. هتبل عندي توابل الفراخ موجودة في كل حتة. هحط معلقة صغيرة. كده وخدوا بالكم التوابل ما نكترش جدا، لانها ممكن على قد ما بتدي الاكل طعم حلو قوي ممكن تعمل اثر عكسي فنفاجئ ان الاكل مرر ومش هنقدر ناكله. عندي الملح وعندي الفلفل الاسود. احط ملح كده. والفلفل الاسود. ونبدأ بقى عملية الخلط. ممكن نحط شوية مية صغيرين يعني قليلين جدا تسهل بس عملية الخلط، حاجة بسيطة جدا، بنتكلم في ربع كوباية، أقل من ربع كوباية كمان. نيجي بقى هنا، يبقى احنا حطينا الفراخ وحطينا البصل اللي احنا تبلناه مع اللي احنا شوحناه مع الثوم، وحطينا العيش المبلول، وحطينا ملح وفلفل وبهارات فراخ. ونبدأ دلوقتي بسم الله. اعتقد احنا كده موضوع اتفرم كويس. هشيك طبعا كده هايل. عاوز اقول لكم لو عاوزين الحكاية تمسك بعضها اكتر من كده، احنا ممكن نحط شوية بقسماط، يعني نحط ربع كوباية بقسماط مثلا على المقدار ده، هيبقى كويس جدا وهيمسك لنا الحكاية زيادة. دلوقتي هجيب بقى طبق كبير كده هنزل فيه الكلام الجامد ده، نشيل السلاح بتاعنا. بس هو العيش قام بالواجب، ممكن انزل كده بظهر السكينة كده. تمام، وهجيب انا عندي السباتولا، لا مش موجودة دلوقتي فهنستعيد عنها بأشياء أخرى. تمام، كويس قوي، يعني الخليط عندي قوامه كويس جدا ومتماسك. أنا عاوز حضراتكم تشوفوا معايا، هجمعه كده كله في حتة واحدة عشان أنزله مرة واحدة اختصارا للوقت، أحاول يعني.
الحمد لله نجحت كده. تمام كده انا حصلت على الخليط اللي عندي كله تقريبا في الكبة. هبدأ دلوقتي بقى اعمل حاجة مهمة جدا في الدقيقة يمكن اللي فضللنا، ان احنا ازاي هنشكل الراس بتاعتنا بتاعة البرجر. انا هجيب شوية زيت نباتي كده تمام، هحطهم في ايديا علشان الحاجة بس ما تلزقش واعرف اتعامل. تمام اهو كده ما بيطلعش العجين او الخليط في ايدي اهو كده. وزي ما قلت لكم حسيتوا الدنيا طريه وعاوزينها تمسك في بعضها اكتر من كده، يعني مش عيب خالص نرجعه تاني في الكبه ونحط ربع كوبايه بقسماط، هتمسك الدنيا جدا جدا جدا. وادي القطاعة، قطاعة البرجر اللي هتخلينا نعرف نحصل على أشكال أقراص متساوية. أنا دلوقتي ماسك حاجة مسطحة، أي حاجة من أدوات المطبخ كده، وبليت برضو بليتها بالزيت علشان نعمل الوش المسطح بتاع البرجر ده عشان ناخد النتيجة بتاعة المصنع بالضبط. عشان الأولاد لما بيبقى البرجر بيتي بقى والحاجة مش مظبوطة قوي ومش معمولة هندسية جدا يقول لك لا بتاع الجاهز أحسن. لا احنا هنعمل لهم الشكل بتاع المصنع وطعم اكيد احلى بكتير من بتاع المصنع وامن، وده الاهم. في حاجه حصلت والامانه تقتضي، الامانه الاعلاميه تقتضي ان انا اقولها لكم. انا في الفاصل حسيت ان العجينه او انا مسميها العجينه وعيش الخليط ناعم شويه، فعملت ايه؟ انا رجعته تاني في الكبه وحطيت معاه شويه بقسماط. اعتقد ان احنا لو عملنا الوصفه دي بس بالعيش البلدي من الاول مش بالعيش الشامي مش هنتعرض للمشكله دي. بس انا النهارده ما لقيتش فعلا عيش بلدي حواليا خالص، وما لقيتش في البيت ما كانش متبقي عندي، فحطيت البقسماط. لو احنا عاوزين من البدايه في الوصفه ما نحطش العيش بلدي ولا عيش شامي ونضرب بالبقسماط بس نزود الميه سنه عشان البقسماط يتبل ويتحرك ويخلط العجين، هيبقى هايل وهناخد نتيجه رائعه. لما نفرد العجين ما نخلوش لا تخين قوي ولا رفيع قوي علشان السوى، رفيع قوي هيتحرق، تخين قوي مش هيستوي، فنخليه وسط. هنبدا قطعه البرجر اهي، دي موجودة في السوق على فكرة وموجودة في المحلات بتاعت 2.5 جنيه، عاوز اقول لكم. فببدأ اقطع دواير كده اهو زي ما احنا شايفين، وممكن كمان ابلها زيت، ده هيساعدنا جدا جدا جدا. هعمل كده، اخد شوية زيت على ايدي بسيط جدا كده، وهمسك القطعة اعملها كده، هتمشي في الخليط اهو بصوا وتطلع كده بسهوله. تمام قلت بقى ان انا قبل الفاصل ان انا هديكم اقتراحات ازاي نعمل قطاعه في البيت لو ما عندناش قطاعه. لو عندنا كنز معلبات بتاعت اي حاجه، حمص، فول، صلصه، اي حاجه بس تكون كنزايه واسعه شويه. خلاص هنعمل ايه؟ احنا كده كده بنجيب الكنزات اللي هي سهله الفتح، بنفتحها او بنفتح بالفتاحه بس تكون فتحها كويسه مش سايبه حروف مشرشره عشان ما تعورناش او ما تبوظش الشكل. نفتحها من ناحيتين الكنزايه بعد ما نفضيها خلاص، فيبقى عندنا قالب فورم كده هننزلها ونطلع. لو ما طلعتش ممكن نزق البرجرايه من جوه. دلوقتي اللي هيحصل ان انا هاخد العجين من حوالين البرجرايه بتاعتي كده كده اهو خلاص كده، انا عندي البرجرايه بتاعتي اقدر اطلعها بمنتهى السهوله. وعاوز اقول لكم ان احنا لو طلعناها وحطيناها في الثلاجه شويه هيبقى احسن كتير. انا كده ولعت على الجريل وهنزل بالزيت اللي هنشوي بيه. وهجيب حاجه اشيل بيها البرجر كده. لو البرجر قعد في التلاجة هيمسك نفسه زي ما اتفقنا، لكن لو هتسووه كده على طول فهتحتاجوا تستعينوا بالزيت. تمام برضو زيت نباتي اخف حاجة ممكن نستعين بيها، بس مش هنحتاج لده لو البرجر قعد في التلاجة، مش هنحتاج له خالص. تمام هنعمل بس نموذج مع بعض عشان اوري حضراتكم ازاي الموضوع بيتعمل. هبدأ دلوقتي اجيب
البرجرايه كده اهي اهي، ونأكد على الشكل الحلو اللي الأطفال بيحبوه بتاع المصنع اهو، عشان ما يقولناش بتاع المصنع احلى. تمام، وهبدأ أنزل على الجريل اهو كده زي ما احنا شايفين، واساوي كده لو عاوز اهو، فرصة ان هي لسه ما جمدتش في التلاجة اهو، وحرك كمان عشان ما تتحرقش، أأمن كده اوكي اهو كده. لازم كل شوية أأمن البرجر، أول ما بينزل لازم نفضل نعمل الحركة دي عشان ما يلزقش في حتة كده، لغاية ما يستوي من تحت أو على الأقل يعني يمسك نفسه شوية اهو. هنعرف ازاي لما يبطل يلزق، طالما بطل يلزق يبقى احنا في التمام اهو. شايفين ازاي العجينة ناعمة عشان الخلط كان كويس، والبقسماط والمية ساعدوني كتير جدا جدا جدا. ممكن دلوقتي اقلب على الوش التاني، طبعا ده لسه ما استواش بس انا عايز اامن الوشين يكونوا ايه تمام اهو. شوية حاجات كده دي هنشيلها طبعا مش مشاكل اوكي، واعمل نفس الحركة ما سيبهوش ايه يلزق كده. طالما ما بقاش بيلزق ممكن بقى اثبته على جزء كده من الجريل كده، نطمن بس ان الزيت وصل في كل حتة عشان ياخد بقى العلامات بتاعة الجريل كده، واضغط. كل ما هضغط هياخد العلامات اكتر اللي هي الاضلاع دي اللي احنا شايفينها في الجريل كده. بصوا البقسماط خلاها حتى ماسك نفسه من غير تلاجة، الحمد لله يعني الناتج طالع كويس قوي. شايفين العلامات اهي، شايفين مع بعض. قولوا لي بقى يعني مين هيتحط له قرص برجر زي ده مش هيحب ياكله؟ ما اعتقدش. وادوق اضغط كده فتظهر لي العلامات اكتر. شيل كده الحتت دي. تمام، انا مبسوط بقرص البرجر ده انا شخصيا يعني. اتمنى انتوا كمان تجربوه وتقولوا لي راي حضراتكم ايه. شايفين العلامات شوى زياده وزياده، هو ده الكلام. واوطي سنه واغسل ايديا كده، خلاص مفيش زيت ولا زروطه تاني. حضراتكم بقى هتكملوا بقيه الراس، عشان دلوقتي عايزين نعمل الصنف التاني اللي عندنا على ما البرجر يستوي العصير، ونعمل الساندويتش كمان. العصير اللي عندنا النهارده هيبقى عصير الاناناس باللبن وجوز الهند اهو كده. تمام، الله 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 الله، كلام الجامد ده. ومش ملاحظين حاجه بقى، انه مكشش. هاتوا بقى اي برجر كده من اي حته جاهز وسووه على النار وكلموني عن اللي هيحصل. البرجرايه هتلاقوها قد كده في الكيس، هتنزل النار هتلاقوها قد كده اسبرين يعني، ممكن تاخدوها كده مع كوبايه ميه لو عندكم صداع. حاجه يعني فظيعه، انا مش عارف عاملين الحاجات دي بايه بجد، حرام اللي بياكلوه لنا ده. هنبدأ دلوقتي العصير. عندي أنا عاوز عصير أناناس، أي عصير أناناس موجود في السوق، ويا ريت يبقى خالي من السكر أرجوكوا، يعني اتعاملوا مع الحاجات الخالية من السكر، ذوقوا طعم الفاكهة الأصلية. هحتاج كريم شانتيه، وعندنا كمان لبن، بس أنا بقى إيه هروق لكم البلانشا ده زي ما اتفقنا أنتوا هتتسلوا فيه بعدين. تمام، والبرجراية بقى عايزين نطمن كده ظروفها إيه. تمام خلاص، انا مش هدوس تاني بقى عشان ايه يعني. تمام، هي كده خدت العلامات اللي انا عاوزها تاخدها. البرجر المشوي الجميل اللي بندفع فيه دم قلبنا لو كلناه في المحلات بره اهو، واتحداكم الطعم احلى من المحلات. نجيب العيش كده، وفي عندنا مايونيز اهو، هاخد معلقة مايونيز نباتي طبعا او خالي الدسم كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، واحط البرجر
القرص اللي عندي اهو، وممكن احط شريحة الطماطم، وممكن احط كمان الخيار المخلل ده، ممكن يبقى كمان تحت الساندويتش، هيبقى جميل قوي كده. يبطن الساندويتش كده اهو، وممكن احط في الاخر كده مثلا لو في خاصة عندنا كابوتشي في البيت هيبقى جميل، احط واحدة كده صغنونة ورقة بس كده، هتعمل لنا شكل لطيف جدا 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 الساندويتش كده. وبكده يكون اكتمل ساندويتش البرجر، واقول لكم الف هنا والف شفا.